أستاذ الجميل، هل الحركة الآن في طريقها للانشقاق؟ الصعود الدكتور جبريل إبراهيم إلى رئاسة الحركة وقع في ظروف عاطفية عندما فقدت الحركة قائدها المؤسس خليل إبراهيم، وهو رجل يتمتع بشعبية كبيرة داخل هذا الحزب المسلح حركة العدل والمساواة. وفي تقديري أن ما كان لجبريل أن يصبح رئيسا لهذه الحركة لولا أنه الأخ الشقيق لخليل إبراهيم. أولا هذا الشيء. الثاني، من الواضح تماما أن جبريل إبراهيم أراد أن يكرس وجوده في الحركة وخرق النظم الداخلية لها بعدم إجراء دورات لانتخاب قيادة، لأنه يخشى بطبيعة الحال أن صعوده صعود غير مبرر، لم يقم على أسباب موضوعية، هو ليس قائد عسكري ميداني كحال شقيقه الراحل خليل، وهو لا يتمتع بكاريزما أيضا قيادية تشابه ما يتمتع به خليل، ولذلك هناك مشكلات. تجد حتى هذا ينعكس أحيانا داخل أسرة دكتور جبريل نفسها، تجد أن من خرجوا من أصلاب جبريل وخليل هناك فتاتين تتحدثان برأي يناقض ويخالف وجود واستمرار وجود دكتور جبريل في القيادة. أيضا من المشكلات الأخرى أن حركة العدل والمساواة إلى جانب الخلفية الأيديولوجية التي طلعت خرجت من رحم الحركة الإخوانية، إلى جانب هذا هي استطاعت أن تختزل الوجود والتأثير في المكتب الذي يقود النشاط بالطابع الأسري، أصبغت عليه طابعا أسريا. يعني عبد العزيز نور عشر الأخ غير الشقيق لجبريل ولخليل، تجد أن المتنفذين داخل الحركة في الغالب هم أشخاص يمتون إلى بعض بصلة القربة أو الأسرة الواحدة، وهذا أيضا يلقي بظلال على هذه الحركة. الحركة شهدت كثير من الانقسامات في السابق، ويمكن أن تنقسم انقساما أخيرا. تجربة ما بعد توقيع اتفاق جبل السلام ومشاركة الدكتور جبريل إبراهيم في وزارة المالية والأداء الذي قام به في الفترة الأخيرة، وأنه قد جلب لحركة العدل والمساواة النقمة والغضب والسخط وكثير من الإشارات السلبية، هي دفعت أيضا الحركة نفسها من سمعتها من سيرتها في الرأي العام كثير من المشكلات. طيب، أريد أن أسأل في مسألة، هل تتفق مع الرؤية التي تقول هي رؤية كثير من الأشخاص بأن الحركات المسلحة هي قد دعمت إجراءات 25 من أكتوبر وهي مع ذلك أكبر المتضررين من ذلك؟ هي سوء التقديرات والحسابات. أنا في تقديري عندما يتحدث دكتور جبريل في وقت لاحق ويقول بأنه لم يكن يتوقع ردة فعل دولية بهذه الطريقة، وأن ما حدث من إجراءات في 25 من أكتوبر أيضا هو لا يتصور بأي حال من الأحوال أن الفاتورة التي ستدفع في جانب الاقتصاد ستكون فاتورة باهظة يمكن أن تقود الاقتصاد إلى الانهيار التام. أعتقد أن سوء التقدير هو الذي دفع بهذه الحركات لأن تراهن على العسكر ولأن تضع يدها في أيديهم، وكما يقال وكما يتردد حتى في إشارات وردت في أحاديث لبني أركمناوي أن هناك اتفاقان، اتفاق تحت الطاولة واتفاق معلن في جوبا، ولذلك يبدو أن هناك ما يشبه الصفقة القذرة حدثت في جوبا. الآن هم ملزمون بمواكبة ومسايرة جنرالات الجيش إيفاء باتفاق سري غير معلن، والحركات لا تجد سبيل سوى أن تسهب في ركاب العسكر، رغم أن ثلاثة من قادة هذه الحركات مالك عثار، الهادي إدريس، الطائر حجر أعلنوا في وقت سابق منذ 25 من أكتوبر أن هذا الذي حدث انقلاب، لكن لهم لم يجدوا بدا من مسايرة هذا الانقلاب والمشاركة في سلطة، وطبعا دائما كان هذا الانقلاب تعليقهم أنهم لا يريدون أن يخسروا ما قاموا بكسبه في باتفاق جوبا. أنا كما كنت أتحدث عن إسرائيل، عندما يأتي عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، لو أن الجنرالات بطبيعة الحال لم يكن هناك جهازا تشريعيا ليقر هذه الاتفاقات، لا يوجد أيضا إسناد شعبي واسع
لهذه الفكرة. عندما يعطيك خمسة جنرالات شيء باليمين، يمكن لأي متغيرات تحدث نتيجة لحالة الحراك الثوري في الشارع يمكن أن تطيح بهذا الاتفاق برمته، ويمكن أن يعاد النظر في هذا الاتفاق. ولذلك في تصوري أن حسابات الحركات التي وقعت هذه الاتفاقية كانت حسابات خاطئة منذ جوبا وليس الآن، تجربة جوبا وهي تدفع الآن ثمن هذه المقامرة. طيب، تجربة الحركات بها. أستاذ الجميل، يعني تجربة الحركات المسلحة في جوبا، يعني بعد اتفاق جوبا والمشاركة كذلك في الحكم، إلى أي مدى يمكن أن تكون قد خصمت من رصيدها الجماهيري خاصة وسط قواعدها في إقليم دارفور؟ نعم، أنا أعتقد أن هو الذي كشفت عنه تطورات الأحداث. هناك شك كبير في أن لهذه الحركات عمق أو بعد شعبي كما هي تزعم أو تدعي. أتصور أن وجود قادة الحركات في الخرطوم ولا يستطيعون أن يذهبوا إلى الإقليم الذي يمثلونه ولا يستطيعون أن يتحركوا بحرية، وقعت بعض الأحداث طالت حتى مقربين من حاكم إقليم دارفور راحوا ضحية لبعض الكمائن العسكرية وهكذا. أنا في تقديري أن الأرض تميد تحت هذه الحركات في دارفور، هي لا تستطيع ولا تتمتع بعمق كبير وبعد كبير، خاصة بعد الأحداث التي جرت في كرينيك، في جبل مون، في فتى برنو، في الجنينة نفسها. الأحداث المأساوية الكبيرة التي وقعت هي أيضا تخصم من رصيد هذه الحركات. هذه الحركات بدأت تتبرأ من المسؤولية، يتحدث مني أركو عن أن الأمن الآن أصبح يباع ويشترى، وأنه لا سلطان له على الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيء وهو يحمل ديباجة حاكم إقليم دارفور. أنا أعتقد أن الحركات الآن هذا الاتفاق حشرها في نفق ضيق، وضعها ما بين من يفترض أنهم قاعدتها الجماهيرية والشعبية وما بين طرف لا يستطيع أن يمنحها استحقاقات وفق هذا الاتفاق المكتوب. أصبح الاتفاق حبرا على ورق. أعتقد أن اتفاقية جوبا الآن لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت.